ال دي اسمها المخده الشقيه. ليه اسمها كده؟ عشان هي بتحب الشقاوه بتتشقى. طيب يا مخده بتتشقى ازاي؟ بتتشقى ان انا طريه، فممكن ابتدي من وسطي اعمل كده اعمل كده اعمل كده. ادي المخده، ادي المخده الشقيه. هتعمل ايه بشقاوتها؟ لو وصلنا الخط ده كده معناها ان الحته دي من المخده اقرب لوشي من دي، فممكن تعمل كده. شوف يا اخي الدلع. شقيه ولا مش شقيه؟ طيب لو نفس الشيء، بصوا نفس الشيء بشقاوي، بدل ما انزل الخط ده كده هطلع من تحت لفوق كده، يبقى معناها ان ده اقرب لوشي من اللي ورا، صح؟ يبقى ممكن بصوا الشقاوه، بصوا الحلاوه. انا معاكي. شقية ولا مش شقية؟ خلاص اللي بتدفع مش هيبة. وبقي طمنينا. يبقى ممكن ابني جوه ده ان انا احط موضوع الشرايح اللي مثلا او سكويرز او كده تخليني جوه الشيب نفسه ابتدي افهم الكونستراكشن بتاع الموضوع. تعالوا كده نعمل ايه؟ تعالوا نعمل شويه حاجات اكشن اكشن. انا سامع صوت الموضوع مش انترستنج. المخدة دي بتشد انتباه كل انتوا عارفين اقول لكم على حاجه. لما انا اجي اشتغل في الجامعه ويعملوا لي انترفيو ويعملوا لي زي تاست وكل الدكاتره قاعدين بيشوفوا الشخص ده هيجي عندنا يأدي ولا لا، وانت تحت ضغط لان انت
عاوز تشتغل، انت جاي هنا عشان عاوز تشتغل ونفسك انك تتقبل زي اي بنات. ف لازم تأدي بنسبة 200% مش 100% صح؟ لأن 99% فيهم 1% ممكن يبقى شخص تاني أحسن منك فيه. فبالتالي لازم تبقى واصل لمرحلة إن أنت تبهر الشخص اللي بيعمل لك انترفيو صح؟ تعمل حاجات تأكد له إن أنت هتدي للمكان ده. ولما تقف قدام ستودنتس ولو حد سألك إنك تعمل له حاجة وما عرفتش تعملها يبقى أنت في مشكلة كبيرة صح؟ فبالتالي كل واحد فينا لو وصل لمرحلة إنه تخصص في حاجة وبقى شاطر فيها قوي هتلاقي حد يدفع لك عليها فلوس اي حاجه. هي الفكره ان انت تجتهد. احنا كلنا بندرس بنتعلم بنعمل اي حاجه ليه؟ هو في شهوه للنجاح، يعني دي حاجه المفروض موجوده فينا. لو انا شخص فاشل مستحيل ابقى سعيد.